انضم إلينا هاتفيا وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم. تحياتي لك معالي الوزير. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. مساء النور معالي الوزير. يعني بعد التحية حدثنا أكثر عن أهمية افتتاح أعمال التطوير التقني بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ويعني لنعلم أيضا ما هي مدى مساهمة هذا التطوير التقني للمحاكم في ترسيخ وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة. هو فندم، هو بالنسبة لأهمية هذا النهارده الافتتاح اللي تم النهارده ان شاء الله، هي ترجع لان احنا المحكمه، موقع المحكمه زي لانها بتخدم عدد كبير من الجماهير، فضلا عن تخدم ان شاء الله العاصمه الاداريه الجديده في هذا. فالنهارده فتحنا 7 بوابات او 7 شبابيك لخدمه حوالي 7 محاكم ابتدائيه وجزئيه لعمليه قيد الدعاوى، وهي عمليه الهدف منها اختصار الوقت على المواطنين في قيد الدعاوى ورفع الدعوى وتحديد الجلسة في حوالي من 7 دقائق أو ما تزيدش عن كده إن شاء الله بإذن الله. نعم، يعني هل هذا التطور الذي يعني تم إنجازه في مجال تطوير المحكمة الابتدائية وجزئياتها، كما تحدثنا في مجال التطور التقني للمحاكم وإدخال تكنولوجيا المعلومات، هل تغيير المنظومة سوف يكون شكليا في يعني تغييرها إلى الميكنة، ولا هناك تغيير أيضا في المضمون بشكل عام؟ ما هو ده فندم، ده تغيير الميكنة، بمعنى أن سعادتك من أول ما أنت في توفي على شباك واحد بسيد الدعوة بتدفع الرس بتحدد لك الجلسة. نعم. كل ده في خلال 7 دقائق من خلال شباك واحد. ما بتلفيش على كذا شباك. ده تمهيدا، لأن احنا بعد كده هننقل للبوابة الإلكترونية. البوابة الإلكترونية دي هتخدم المواطن وهو موجود في بيته، بمعنى أنه يقدر يأيد الدعوة وهو موجود في بيته. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على الإيضاح معالي مستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، شكرا جزيلا لك.